للأسف الشديد أنه حصل زي ما حضراتكم أكيد قريتوا وتابعتوا هجمات إرهابية في موسكو بروسيا الاتحادية، ويعلن تنظيم داعش تبني هذه العملية. الغريب، كل الغريب بل الغرابة بذاتها، هي أنه داعش لسه موجود، وأنه يتواجد بتوجيه ضربات أو هجمات إرهابية في الداخل الروسي. وده لازم يخليك تقعد تفكر بصوت عالي، وما ينفعش يبقى التفكير سرا. مين اللي عمل داعش؟ هو نفس اللي عمل القاعدة. ومين اللي عمل القاعدة؟ الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، ومين اللي قرر ينهي أسطورة القاعدة؟ الولايات المتحدة الأمريكية. ومين اللي قرر ينهي أسطورة داعش؟ الولايات المتحدة الأمريكية. احنا قتلنا أبو بكر البغدادي، ماشي، وقتلنا الخليفة الثاني والثالث والرابع، أنا مش حضراني الأسماء دلوقتي، ماشي، يعني داعش انتهت. فلم يصبح لداعش وجود حقيقي لا في العراق ولا في سوريا. مصر نهت كل الجماعات المسلحة اللي موجودة في سيناء، داعش ولا ما داعش ولا بتاع، بالسلامة، في 60 دقيقة. فجأة تظهر داعش علشان تضرب في الداخل الروسي، ما ده مش مفهوم. ولا انه من يحركون داعش هم من حركوا هذه الهجمات؟ دي أسئلة لازم تبقى مطروحة وتبقى واضحة وموضوعة على طاولة النقاش. وأظن معانا على التليفون دكتور نبيل رشوان، خبير الشؤون السياسية الكبير. أهلا بك دكتور نبيل. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، الله يخليك. دكتور نبيل، كيف ترى هذا الهجوم اللي أعلنت داعش تبنيها ليه؟ طبعا الهجوم جه بلا شك في وقت، يعني في وقت حرج جدا، اولا بالنسبه سواء يعني خاصه في النزاع الروسي الاوكراني حاليا. بالزبط. يعني الهجوم جه عشيه هجمه واسعه شرسه بالمسيرات وبالصواريخ الروسيه على اوكرانيا، وده طبعا بيلقي بظلال كبيره جدا على الهجوم دي، وحتى بيلقي بظلال كبيره جدا على مساله ان داعش منفذه الهجوم. يعني دي حتى يعني اصبحت في شكوك لدى القياده الروسيه، حتى الاشخاص المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم، المخابرات الروسيه قالت انهم كانوا عازمين او عازمون على الذهاب لاوكرانيا، يعني الاختباء في اوكرانيا او يعني اللجوء لاوكرانيا. فطبعا دي كلها مسائل يعني بتلقي بظلالها بشكل كبير جدا على هذه العمليه، رغم بشاعتها طبعا ورغم استنكار العالم كله ليها، يعني طبعا حتى بما في ذلك الولايات المتحده والعديد من دول اوروبيه استنكرت هذه المساله. لكن انا لا اريد الخوض في القضايا السياسيه دلوقتي، لكن دعنا نتحدث اولا عن هذه العمليه. اشخاص دخلوا الى العاصمه موسكو، دخلوا الى هذه القاعه الكبيره جدا اللي تعرض موسيقى وارح. هذه القاعه بالمناسبه يعني من الممكن ان تحوي على حوالي 9000 مقعد. وكان في وقت الحادث او هذه العمليه الارهابيه 4000 مواطن موجودين روسي من مختلف المدن الروسيه. والاحتفال كان لي نوعية يعني خاصة، وهو عبارة عن عزف موسيقى المسلسلات التركية، يعني الموضوع واخد شكل كده أممي شوية. أيوة. فطبعا يعني ويحدث هذا الحادث في هذا الوقت وبهذه القسوة، يعني كانت عملية بشعة للغاية بلا شك. اللجان التحقيق بتقول انه العدد وصل تقريبا من القتلى لحوالي 115 قتيل في هذا الهجوم، لكن لازم هعود مرة تانية لمسألة الخوض في المسألة السياسية. زي ما حضرتك قلت، مش معقول انه داعش تقرر انها تقوم بهذا الهجوم بعد ضربة كاسحة او ضربة شديدة من الجانب الروسي للجانب الاوكراني، وفي نفس الوقت مش معقول كمان انها تتزامن مع عرض موسيقى او استماع موسيقي لموسيقى تركية لمسلسلات تركية، وكأنه من قام بالهجوم يبعث برسالتين، واحدة لروسيا وواحدة لتركيا، ولا انا غلطان؟
طب ما بلا شك طبعا كلام حضرتك مظبوط صحيح 100%. يعني داعش عايزه تقول انا موجوده وموجوده وبضرب في 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 كذا اتجاه في وقت واحد. وعلى فكره كان في هجوم تقريبا لداعش في افغانستان قبل يعني من ايام قليله، وكان هجوم على فكرة ليه ضحايا أيضا كثيرين، لكن المسألة في أفغانستان ما أخذتش هذا الزخم طبعا، مش في قلب عاصمة أوروبية ودولة كبيرة مش زي روسيا. فطبعا المسألة كانت هناك يعني عدت، حتى روسيا نفسها استنكرت الهجوم اللي حدث في أفغانستان. وروسيا حاليا بتحاول بقدر المستطاع، يعني روسيا دعت القادة الأفغان بتوع طالبان وحاولت يعني العلاقات تبقى يعني بشكل، دعتهم في مؤتمرات اقتصادية ودعتهم لزيارة موسكو وهكذا. روسيا حاليا روسيا لديها 30 مليون مسلم على أراضيها، مواطنين روس، ولذلك روسيا بتسعى بقدر المستطاع ان هي يكون علاقتها بالعالم الاسلامي وحتى ببعض المنظمات اللي هي ما هياش ارهابية اسلامية يعني تكون على بشكل جيد وشكل ما فيهوش نوع من الحده وهكذا. يعني المساله ما يعني بالنسبه لروسيا ما اعرفش داعش المفترض انها مش موجوده. الولايات المتحده حذرت من هجوم يوم 7 مارس على وجه التحديد يعني في الشهر الحالي، هجوم على في موسكو، وطلبت مواطنيها بعدم التواجد في أماكن مزدحمة وعدم حضور حفلات وعدم حضور أي يعني أشياء من الاحتفالات الكبيرة اللي فيها تجمع بشري كبير. يقال أن الولايات المتحدة أيضا حذرت من المكان الذي حدث فيه هذا الهجوم قبل الهجوم بيومين أو ثلاثة، يعني حددت المكان الولايات المتحدة أيضا، وشيء غريب جدا ما اتخذتش اي احتياطات. اشخاص سواء كانوا داخل موسكو او خارج موسكو ايضا جاءوا بسلاح آلي ودخلوا به. كيف هؤلاء عدوا على الاحتياطات الامنية دي كلها؟ طيب اخر حاجة دكتور، كيف تتوقع الرد الروسي بعد ان تهدأ الرؤوس؟ هقول لحضرتك على حاجة بالنسبة للرد الروسي، يعني أنا استشفيت منه حاجة. أولا السكرتير الصحفي للرئيس بوتين ديمتري بيسكوف قال لأول مرة يقول إن بلدنا في حالة حرب، وهم كانوا بيسموا العملية في أوكرانيا أو النزاع الروسي الأوكراني هو عملية عسكرية. نمرة اثنين، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أو الرئيس الروسي الأسبق أيضا هو قال إنه يعني دلوقتي إحنا إيدينا بس أصبحت مفلوتة، يعني ومن الممكن حتى العقوبات أو الرد الفعلي لو ثبت إن أوكرانيا خلف هذا إنه حتى مسؤولين أوكران بيكونوا يعني في مرمى النيران. فطبعا المسألة من يعني أتوقع في تصعيد لو ثبت إنه أوكرانيا خلف هذا الهجوم. هل نستطيع تسميته بالتصعيد ولا إنه الموقف سوف يزداد تعقيدا وتأزما؟ وسيزداد طبعا تعقيدا وتأزما، خاصة إن دولة زي فرنسا بتقول إنها هتتدخل بقوات عسكرية. رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قال انه خلال شهرين او ثلاثه قوات عسكريه من حلف الناتو مفروض تتدخل في اوكرانيا. المساله هيزداد تأزما وتعقيدا، لكن انا في تصوري الشخصي كلما زاد الموقف تأزما او تعقيدا ربما كلما اقتربنا من حل او من الجلوس الى مفاوضه المفاوضات، لان الاطراف كلها ارهقت بما فيها اوروبا بما فيها الولايات المتحده. طبعا حضرتك عارف 60 مليار يعني حتى الان مفروض معونات عسكريه لاوكرانيا رفضت. اوروبا حاليا تعبانه جدا من المساله دي لدرجه مصانع الذخيره الاوروبيه يعني غير قادره حاليا على تلبيه احتياجات اوكرانيا من الذخيره، فما بالك اذا كانت يعني تتوقع هجوم روسي كما يقولون خلال عام 26 على دول الناتو. كيف يعني
هذه الدول ستحارب، مسألة زادت طيب تعقيدا. إذا افترضنا أنه الناتو دخل على الخط، هل تتوقع دكتور نبيل أنه أيضا حلفاء روس من الممكن أن يكونوا على الخط؟ يعني ممكن تخش الشيشان، ممكن تخش بيلاروسيا، يعني نشهد في هذه الحال حرب أكثر ضراوة وأيضا خسائرها أفدح وأكبر من السنتين السابقتين. هناك طبعا إذا تحدثنا عن بيلاروسيا، طبعا بيلاروسيا دولة لا حدود مع أوكرانيا وممكن في أي لحظة تدخل هذه الحرب. بالعكس لو روسيا تعرضت لموقف يعني صعب شوية في أوكرانيا، من الممكن أن تدخل قوات بيلاروسية. الشيشان لها فيالق هناك في داخل أوكرانيا، يعني تحارب في فيلق، فيلق موجودة قوات أحميد وقوات ما أعرفش إيه، يعني برضه في لا. وبعدين دي يعني مش احنا ما نعتبرش تدخل سواء بيلاروسيا او الشيشان ده تدخل او استقطاب خارجي يعني للحرب. اذا تحدثنا مثلا عن كوريا الشماليه او تحدثنا عن الصين او تحدثنا عن قوات من نيكاراغوا مثلا او فنزويلا وكذا، يعني الصين لا اظن انها تتدخل. تعتقد ان الصين من الممكن ان تتدخل اصلا؟ مين؟ الصين، هل تعتقد يا دكتور انها ممكن ان تتدخل؟ لا انا لا اعتقد على الاطلاق. لا الصين مش من الممكن ان تتدخل، والصين موقفها السياسي يعني تقريبا يعني ممكن نقول محايد، لان الصين يعني اعترفت بوحده وسلامه الاراضي الاوكرانيه، تتحدث عن هذا حتى في مبادرتها السياسيه السلميه التي قدمتها، لان الصين كما تعرف لديها يعني موقف متأزم مع تايوان طبعا. وهي لا تريد طبعا أن يعني أن يعترف أحد باستقلال تايوان يعني أو باقتطاع حتة منها مثلا متمثلة في تايوان، يعني الصين صحيح. لا تريد هذه المسألة. فبالتالي الصين يعني من الممكن أن يكون موقفها السياسي هي مع روسيا من ناحية تجارية، بتساعد روسيا بدرجة كبيرة جدا في مسألة ضرب العقوبات أو تفادي العقوبات، لكن ليس لدى الصين استعداد يعني للدخول عسكريا في حالة احتدام. أنا بشكرك جدا دكتور نبيل، كل الشكر دكتور نبيل رشوان خبير الشؤون الروسية.